السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي اسره قناه اتعلم انجلش اونلاين، اعزائي طلبه طالبات الصف الثاني الاعدادي، اهلا بيكم في حلقه جديده من ركن المناهج التعليميه مع ميس صابرين وتعلم انجلش اونلاين. النهارده ان شاء الله هناخد بارت 1 يونت 3. هناخد الاول الجرامر زي ما تعودنا، هنبدا بالجرامر وبعد كده ناخد الريدنج. ايه هو الجرامر اللي عندنا النهارده؟ ذا باست سيمبل، زمن الماضي البسيط. امتى نستخدم الباست سيمبل؟ في حالتين. لو انا عايزه اتكلم عن حاجه عملتها زمان في الماضي وخلاص انتهت بستخدم الباست سيمبل، لو عايزه اتكلم عن عاده كنت متعوده اعملها في الماضي بستخدم الباست سيمبل. يبقى الاستخدامين اللي عندنا، الحاله الاولى لو انا عايزه اتكلم او بيعبر عن فعل بدا وانتهى خلاص في الماضي، حاجه عملتها وانتهت خلاص في الماضي، او عاده كنت متعوده اعملها في الماضي. ده في الحالتين دول هستخدم الباست سيمبل. طب ايه بقى شكل الفيرب في الباست سيمبل عشان لما اجي استخدمه احط انهي فيرب يبقى شكله ازاي؟ الفيرب عندي نوعين من الفيربس، الباست سيمبل فيه نوعين من الفيربس، ريجولار فيربس ودي افعال عاديه يعني ليها قاعده ثابته، وايه الريجولار فيربس ودي افعال شاذه ملهاش قاعده يعني بحفظها زي ما هي كده. يلا نبدا. اللي عندي ريجولار فيربس، الفيرب دايما بحط اخره دي اي دي اي دي. امتى احط الدي وامتى احط الاي دي وامتى احط الاي دي؟ لو الفيرب اخره اصلا اي فبحط الدي بس. زي ايه؟ زي لايك مثلا، هو اصلا اخره اي فبالتالي ما بحطش الاي مرتين فبحط دي بس. امتى احط الاي دي؟ لو الفيرب خلاص ما فيش اخره اي فبالتالي احط الاي دي على بعضها. زي ايه؟ زي مثلا ووك، احط له اي دي عشان ما فيش اخره اي اصلا. طب امتى الاي اي دي؟ لو الفيرب انتهى بواي وقبل الواي حرف ساكن بحذف الواي واحط اي اي دي. زي ايه؟ زي ستادي، ستادي اخره واي وقبل الواي حرف الدي، الدي ساكن فقبل ما احط الاي دي احول الواي لاي وبعدين احط اي دي بقت استادت. في جميع الاحوال الفيرب في الباست سيمبل بيبقى شكله ايه؟ اخره اي دي. في جميع الاحوال بيبقى اخره اي دي. ده لو فيرب ايه؟ ريجولر عادي. زي ايه؟ I played football yesterday، انا لعبت كرة القدم امبارح، حطيت للفيرب ايه دي في الاخر. طب في ناس هتقول لي يا ميس ده اخر واي، ليه ما حولتهاش لاي وحطيت الاي دي؟ عشان قبلها حرف ايه؟ متحرك اي، لكن لو قبلها حرف ساكن هي الحالة دي الوحيدة اللي بحذف الواي واحط اي دي، لكن الحرف اللي قبل الواي لو متحرك بسيبها زي ما هي، زي بلايد. خلاص؟ يبقى الفيرب في الماضي بحط له اي دي، يبقى كده ايه؟ يبقى كده بقى ماضي. اجيب الانفينيتيف واحط له اي دي يبقى كده حولته لايه؟ لماضي. طيب ده في كل الافعال؟ لا، دي في الافعال الايه؟ العاديه. اما الافعال الشاذه بحفظها زي ما هي. زي ايه؟ زي جو الماضي بتاعه went، زي سي الماضي بتاعه سو، زي باي الماضي بتاعه بوت، وهكذا. واحنا طبعا حافظين الحاجات دي من زمان. I went to the zoo yesterday، حطيت هنا went الماضي بتاع جو، هنا عرفت منين انها ماضي؟ لاني حفظتها كده، حافظه ان وانت ده ماضي، الماضي بتاع جو لان هو فعل شاذ. تمام؟ ده شكله في الاثبات يا جماعه. لو فعل عادي بحط له اي دي، في جميع الاحوال بيبقى اخره اي دي، لو فعل شاذ ببقى حافظه. طيب لو عايزه بقى احطه في النيجاتيف بعمل ايه؟ احنا قلنا ان ايه؟ ان النوت يعني لا، مش بعمل حاجه، اما جنفي بحط نوت، وقلنا ان النوت دي لازقه ما ينفعش احطها لوحدها، لازم ادور على فعل مساعد والزقها فيه. تمام؟ طيب امتى بقى في الماضي؟ بقى الماضي ما فيهوش فعل مساعد، الفيرب بيجي لوحده ما معهوش اي هيلبنج فيرب، فبالتالي بجيب له ديد وبلزق فيها النوت فهتبقى ديدنت. يبقى اما اجي انفي الماضي بستخدم ايه؟ ديدنت، وبحطها قبل الفعل مباشره في الحته دي، هتبقى اي ديدنت. didn't ايه؟ لما احط didn't، didn't خلاص عرفتني ان هنا ماضي، فبرجع الفعل لمصدره لان هي خدت علامه الزمن وقالت لي انا ماضي، خلاص اهو did بتيجي في الماضي اهو، لما الاقيها في الجمله اعرف ان الجمله دي ماضي، فما ينفعش احط علامه الزمن مرتين، ما ينفعش احط حاجتين او فعلين بيدلوا على الماضي، حطيت did يبقى لازم احط بعدها infinitive، يبقى هشيل الاي دي بقت play وهكمل باقي الجملة I didn't play، يبقى عملت نيجاتيف. نفس القصة عندي هنا، لما اجي انفي went هحط برضو قبلها ايه؟ didn't. يبقى في النيجاتيف في الباست بعمل ايه؟ بحط قبل الفيرب مباشرة didn't وارجع الفيرب لمصدره، يبقى احط في الحتة دي didn't وهرجع went لمصدرها اللي هو go، هتبقى I didn't go، وهكمل باقي
الجملة، تمام؟ يبقى في الافيرماتيف في الاثبات لو الفعل عادي بيبقى اخره ايدي، لو الفعل شاذ بحفظه، في النفي بحط didn't قبل الفيرب وارجع الفيرب لمصدره. ده في النيجاتيف. طب لو عندي سؤال هعمل ايه؟ لو عندي سؤال هبدا بديت، لو يس اور نو كويستشن. طبعا احنا عارفين خدنا تكوين السؤال وعارفين ان انا عندي نوعين من الاسئله، يس اور نو كويستشن، سؤالات السؤال اللي اجابته بيس ونو، ده بيبدا بهيلبنج فيرب فعل مساعد، وكمان عندي الدبليو اتش كويستشن وده السؤال اللي بيبدا باداه استفهام. في الحالتين لازم احط فعل مساعد، فالفعل المساعد اللي انا هبدا بيه ديد، برضو ديد، تمام؟ يبقى هعمل ايه؟ لو عندي اي دي هبدا بديد واحذف الاي دي او ارجع الفيرب لمصدره، يبقى خلاص عملت سؤال واجابته هتبقى بيس اور نو عشان بادئ بديد. طب لو عايزه احط اداه استفهام برضو هبدا بديد وقبلها هحط اداه الاستفهام واشيل الاجابه زي ما خدنا تكوين السؤال. خلاص يبقى لو هعمل سؤال في الباست هبدا بايه؟ لو في اي دي او لو عندي باست هبدا بديد وارجعه لايه؟ لمصدره، يبقى كده عملت سؤال خلاص. تاني لو الجمله في الباست وقال لي اعمل سؤال هبدا بديد وارجع الفيرب لمصدره، وانقل كله زي ما هو، يبقى هما بس خطوتين اللي بعملهم، ابدا بديد وارجع الفيرب لمصدره بس خلاص، يبقى كده عملت سؤال. عندي هنا بلايد هبدا بديد وارجعه لمصدره اللي هو بلاي، وهنقل ديد الاي بتنزل ايه؟ برافو يو بلاي، وهنقل باقي الجمله فوتبول يسترداي، يبقى كده عملت ايه؟ سؤال، علامة استفهام هنا. Did you play football yesterday؟ يبقى انا كده عملت سؤال، يبقى لما اجي اعمل سؤال هبدا بديد وارجع الفيرب لمصدره وانقل الباقي زي ما هو. طب تيجي نعملها تاني هنا، عندي went past هبدا بديد وارجعها لمصدرها اللي هو ايه؟ go، يبقى عملت سؤال ابدا كده بديد وارجعها go، يبقى انا كده عملت سؤال، هنقل كله زي ما هو did you go، واكمل باقي السؤال واحط علامه استفهام. ولو عايزه ابدا ب question word اي اداه استفهام بشيل الاجابه وابدا باداه الاستفهام واعمل نفس الطريقه دي هي هي، يبقى كده كونت السؤال. يبقى لما اجي اعمل سؤال بعمل ايه؟ ابدا بديت وارجع الفعل الايه؟ لمصدره، وانقل الباقي زي ما هو، وفي الحاله دي طبعا الاجابه هتبقى بيس اور نو. طب ده شكل الزمن الباست. نيجي بقى للكي ووردز او الكلمات اللي بتدل على زمن الباست، اللي اول ما الاقيها على طول اعرف ان الجمله دي في الباست سيمبل واختار الفيرب في الباست، وكمان استخدامات الباست سيمبل جملتين كده او مثالين بيعرفوني استخدامات الباست سيمبل. عندي يسترداي، كلمه يسترداي يعني امبارح او امس، اول ما الاقيها اعرف ان ده ماضي فهختار زمن الماضي على طول. عندي لاست يعني سابق ودايما بيجي بعدها حاجه، يعني اقول لاست داي اليوم اللي فات، لاست مانث الشهر اللي فات، لاست ويك الاسبوع اللي فات، وهكذا. عندي اجو يعني منذ وبتيجي قبلها فتره زمنيه، لما اقول تو اورز اجو منذ ساعتين، وهكذا. وانس دي معناها ذات مره وبنستخدمها لما نيجي نحكي حكايه او نسرد قصه حصلت في الماضي، فبنقول وانس ذات مره وبنحكي. ان ذا باست في الماضي، برضو كلمه في الماضي معناها ان الجمله دي في زمن الماضي. ان بلس سنه ماضيه يعني ايه؟ يعني اما اقول ان واقول سنه من السنين اللي فاتت قبل الوقت اللي احنا فيه، يعني اقول مثلا ان 2001 يعني في سنه 2001، يبقى اكيد سنه 2001 دي ماضي، سنه ماضيه، يبقى اكيد الجمله دي فين؟ في الماضي. وما استخدم وين، اقول وين اي واز 6 لما كان عندي 6 سنين كنت بعمل كذا كذا، وين اي واز يانج لما كنت صغير كنت بعمل كذا كذا كذا، ودي تقريبا بنستخدمها او غالبا بنستخدمها في العاده اللي كنت متعوده اعملها في الماضي. طب ناخد جملتين عشان يوضحوا لنا. شي went، went طبعا ماضي بتاع جو زي ما قلنا اهو الفيرب في الباست. She went to school 2 hours ago. عندي كلمة ago فبالتالي استخدمت past، لأن ago بتدل على الباست، من كلمات الدالة على الباست، يبقى أول ما ألاقيها أختار الفيرب في الإيه؟ في الباست. When I was، يبقى دي عادة كنت متعودة أعملها فين؟ في الماضي. إحنا قلنا حاجتين، فعل بدأ وانتهى في الماضي وبيجي معاه الكلمات دي، أو عادة كنت متعودة أعملها في الماضي. When I was young لما كنت صغير I played، كنت بلعب فوتبول افري داي كوره كل يوم. هتقولوا لي استني يا ميس انت بتقولي ايه؟ انا عندي افري داي دي كل يوم، ودي من كلمات البريزنت سمبل المضارع البسيط، ازاي هتحطيها في الباست؟ هقول لكم دي مفاجاه، ان كل كلمات المضارع البسيط زي اولويز واوفن وسام تايمز والحاجات دي كلها، دي ممكن استخدمها في الماضي في حاله واحده، لو انا عايزه اتكلم عن عاده كنت متعوده اعملها في الماضي بحطها في الماضي عادي وبتدل على الماضي عادي. امتى؟ لو بتكلم عن عادة كنت متعودة اعملها في الماضي.
وبكده يبقى خلصنا زمن الباست سيمبل. نراجع بقى مراجعه سريعه كده على الباست سيمبل قبل ما ناخد جملتين تحلهم لي في الواجب في التعليقات تحت عشان اصححهم لكم واشوف فهمتوا الدرس ولا لا. اول حاجه شكل الفيرب في الباست، قلنا الفيرب عندي شكلين، فيرب عادي ريجولر وفيرب شاز. ايه الريجولر؟ الافعال العاديه بتبقى دايما منتهيه باي دي، اما الافعال الشاذه بنحفظها. ده شكله فين؟ في الافيرماتيف في الاثبات. طب في النفي بحط قبل الفيرب didn't وارجعه لمصدره، سواء بقى regular او irregular. طب في السؤال برضو في نفس الحاله، سواء regular او irregular، اي سؤال في الباست، جمله في الباست هبدا بديد وارجع الفيرب لمصدره، يبقى انا كده عملت سؤال. الكلمات الداله عليه قلناها، وقلنا استخدامات الباست سيمبل عندي استخدامين، فعل عملته وانتهى خلاص في الماضي، او عاده كنت متعوده اعملها في الماضي. في الحالتين دول بستخدم الباست سيمبل. خلاص خلص كده الجرامر، ابدا بقى انا اختفي خالص من الشاشه ونرجع لشاشه الكمبيوتر عشان ناخد درس الريدنج. هنيجي بقى للريدنج. عندي يونت 3 بعنوان جريت جوبز، وظائف عظيمه. بيتكلم فيها عن بعض الشخصيات والوظائف العظيمه اللي هم بيقوم فيها وبيخدموا بيها المجتمع. عندي هنا طبعا للاسف متوفر عندي نسخه على النت، النسخه الوحيده المتوفره على النت لكتاب المدرسه من يونت 3، نسخه رديئه طبعا متصوره يدوي كده، فهنستعين معلش بيها لغايه بس الدراسه خلاص فاضل لها حوالي 3 4 ايام وتبدا. هيبقى معانا كتاب المدرسه ان شاء الله، وهيبقى طبعا النسخه افضل. عندي هنا زي ما واضح قدامنا صور شخصيات معروفه في المجتمع ومعلومات عنها. فهو هنا بيقول لي السؤال الاساسي في الصفحه، can you match the names، تقدر توصل الاسماء، date of birth، date of birth يعني تاريخ الميلاد، and jobs والوظائف، to the photos بالصور. هنقرا هنا، عندي اربع شخصيات رئيسيه. عندي اول شخصيه مجدي يعقوب اللي هو دكتور مجدي يعقوب، الشخصيه الثانيه هدايه هانم بركات، والشخصيه دي في اختلاف عليها. كتاب المدرسه زي ما احنا شايفين متصور هدايه هانم بركات، لكن كتاب الخارجي مكتوب فيه اسم شخصيه تانية خالص اللي هي برنسيس فاطمه اسماعيل، فالشخصيه دي هنأجلها لغايه ما نستلم كتاب المدرسه ونشوف انهي الاصح، الكتاب الخارجي ولا الكتاب المدرسي اللي موجود على النت. عندي بعد كده عمر عبد القادر، وده عمر عبد القادر، وسميره موسى اخر شخصيه عندنا. عندي السنين هنقراها مع بعض، ده تاريخ ميلاد كل واحد فيهم. طبعا الحاجات دي متلخبطه، المفروض ان احنا هنوصلها، هنوصل الصح. الدرس ده ليسننج هتسمعوه معايا، هقوله لكم وهترجمه لكم وانتوا تحاولوا تسمعوا عشان تعرفوا معلومات عن كل شخصيه فيهم، وظيفه كل شخصيه، والسنه اللي اتولدت فيها كل شخصيه عشان نقدر نوصل. اول سنه 1898، سنه 1898، هنعرف لما نسمع مين فيهم اللي اتولد في سنة 1898. عندي تاني سنة، عندي 1994، 1994، بعد كده 1917، 1917، وبعدين اخر حاجة 1935، 1935. ده بالنسبة للديت اوف بيرث اللي هو تاريخ الميلاد. عندي الجوبز بقى الوظائف، اول وظيفة عندي ساينتست يعني عالم، هنشوف مين عالم او عالمة، طبعا الوظائف بتمشي على الاثنين سواء رجل او ست، هنشوف مين فيهم اللي ساينتست لما نسمع الدرس. سيرجن، هنشوف مين فيهم اللي سيرجن وسيرجن، طبعا ساينتست عالم دي اول وظيفة، لكن تاني وظيفة سيرجن يعني جراح، طبيب جراح. تالت حاجة عندي charity worker يعني عامل في جمعية خيرية او يعمل في العمل الخيري يعني. sports coach يعني مدرب رياضي. هتسمعوا بقى يا جماعة، تسمعوا معايا وهنشوف مين فيهم اللي بيشتغل الحاجات دي والسنة اللي اتولد فيها. فوتو 1، الصورة الاولى شاز عمر عبد القادر، والصورة طبعا هي مش متوفرة هنا، الصفحة مش متوفرة، بس احنا هنسمع مين هو عمر عبد القادر. عمر عبد القادر he was born in 1994، اتولد سنة 1994، يبقى السنة التانية دي اللي هي 1994 دي اللي اتولد فيها عمر عبد القادر، هتتوصل بعمر عبد القادر. طب مين بقى هو عمر عبد القادر؟ he was born in 1994، اتولد 1994، when عمر was 22، لما عمر كان عنده 22 سنة، a shark attacked him، سمكة قرش هجمته، شارك يعني سمكة قرش، واتاكد يعني تهاجم.
and he lost a leg وفقد رجل من رجلي الاثنين. But this didn't stop him wanting to be successful. ولكن this اللي حصل له ده didn't stop him ما وقفوش wanting to be successful عن انه هو يريد ان يكون successful ناجح. Now he helps other people. دلوقتي هو بيساعد الناس الاخرين with similar problems اللي عندهم similar يعني متشابه و problems يعني مشاكل يعني اللي عندهم مشاكل متشابهة لي. And he is an important sports coach وهو طبعا يعتبر مدرب رياضي هام important يعني مهم او هام و sports coach يعني مدرب رياضي. يبقى عمر عبد القادر بيشتغل ايه؟ sports coach مدرب رياضي دي الجوب بتاعته. طيب اتولد امتى؟ 1994. يبقى احنا كده بالشكل ده هنعرف نوصل عمر عبد القادر بالسنة بتاعته اللي هي 1994 والوظيفة او الجوب بتاعته اللي هي اخر واحدة اللي هي sports coach. هنيجي picture number 2 وهي واضحة هنا عندنا اهي number 2 اهي واضح ان هي سيدة شوز سميرة موسى. السيدة دي هي عالمة مصرية اسمها سميرة موسى. سميرة was born in 1917. سميرة اتولدت سنة 1917 and studied science ودرست العلوم at Cairo University في جامعة القاهرة. She was Egypt's first female nuclear scientist. هي كانت اول فيميل انثى مصريه ايجيبتس فيرست فيميل اول انثى مصريه تكون نيوكلير ساينتست يعني عالمه ذره. ساينتست يعني عالمه ونيوكلير يعني ذره يبقى كانت عالمه ذره اول عالمه ذره انثى مصريه. And wanted to use nuclear treatments وكانت wanted to use عايزه تستخدم nuclear treatments العلاج او العلاجات بالذره in medicine في الدواء يعني كانت عايز تستخدم الذرة في العلاج علاج الناس يعني. She died in 1952 وماتت في سنة 1952. يبقى سميرة موسى كانت ايه؟ كانت scientist كانت عالمة واتولدت امتى؟ 1917. يبقى نوصل سميرة موسى اللي هو اخر اسم عندنا باول وظيفة عندنا اللي هي scientist والسنة الـ date of birth بتاعها كانت السنة اللي قبل الاخيرة اللي هي 1917. نيجي بقى لنمبر 3 وواضح عندنا صورة طبعا الدكتور مجدي يعقوب اللي هو غني عن التعريف طبعا. مجدي يعقوب he was born in Cairo اتولد في القاهرة in 1935 سنة 1935. He went to Cairo University. ذهب إلى جامعة القاهرة. كان بيدرس في جامعة القاهرة. And became an important heart surgeon. وأصبح became يعني أصبح an important heart surgeon جراح قلب مهم. Heart surgeon يعني جراح قلب. He then helped people. بعد كده هو ساعد الناس with heart problems في مشاكل القلب for many years لسنين عديدة. He stopped most of his work. وقف معظم عمله a long time ago منذ فترة طويلة. But in 2006 لكن في سنة 2006 he started a charity. بدأ يعمل جمعية خيرية او بدأ في العمل الخيري لان charity تدي معنى جمعية خيرية وتدي معنى عمل خيري. فهو بدأ هنا ان هو يعمل جمعية خيرية to help children with heart problems عشان يساعد الناس في مشاكل القلب. يبقى دكتور مجدي يعقوب اتولد امتى؟ 1935 اللي هي اخر سنة موجودة عندي. يبقى اول حد اسم عندي مجدي يعقوب هيتوصل باخر سنة عندي اللي هي 1935. طيب وظيفته ايه؟ تاني وظيفة عندي اللي هي surgeon جراح. وبكده هيبقى خلصنا الصور اللي عندي. زي ما قلنا الاسم التاني ده اللي هو هدايا هانم بركات ده او هدية هانم بركات دي مش موجودة في الكتاب الخارجي. الكتاب الخارجي موجود فيه شخصية تانية اللي هي فاطمة اسماعيل. فهنستنى لما نشوف كتاب المدرسة فيه ايه. هندخل بقى على lesson 2 هنقرأ. واضح طبعا صورة تيم هنا فريق. هنشوف الفريق ده فريق ايه بالظبط وبيقولوا عنه ايه.
العنوان Egyptian Heroes، أبطال مصريين. The Egyptian Handball Team، فريق كرة اليد المصري. Egyptian يعني مصري، وهاندبول كرة يد، وتيم يعني فريق. فهو هنا بيقول The Egyptian Handball Team، فريق كرة اليد المصري. Are heroes، بيكونوا أبطال. They won، won يعني كسب، ده الباست بتاع win. وفي ناس عندنا بتقرأه غلط وبتقول won، هو مش won، هو won، القراءة الصحيحة ليها won. They won the handball Africa Cup of Nations، هم فازوا بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد. Africa Cup of Nations يعني كأس الأمم الأفريقية. In Tunisia، في تونس. In 2020، في سنة 2020. They won the final against Tunisia، هم فازوا في مقابل تونس، قدام تونس، ب 27-23 that means they are the best team in Africa. وده معناه that means يعني هذا يعني they are the best team in Africa، ان هم the best team، افضل فريق في قارة افريقيا، in Africa. This is not the first time Egypt's handball team played in a final. This is not the first time، دي مش اول مرة. First time يعني اول مرة، دي مش اول مرة Egypt's handball team، فريق كرة اليد المصري، played in the final، in a final، يلعب في ايه؟ في final، في نهائي. In 2019، في سنة 2019، the junior team، الجونيور تيم اللي هو فريق الشباب او فريق الناشئين يعني، won the under 19 world cup، فاز بكاس العالم لتحت 19 سنة، سن تحت 19. final 32-28 against Germany، وكانت النتيجة 32-28 ضد ألمانيا. they were the first team، كانوا أول تيم أو أول فريق for Africa، في أفريقيا، to win it، يفوز بالكاس ده. in 2018، في سنة 2018، the senior team، الفريق بقى النهائي بقى أو الفريق الأول، were also in the final of the Africa Cup of Nations، كمان لعب في كأس الأمم الأفريقية، ولكن but lost the final، ولكن خسر النهائي against Tunisia، ضد تونس. Now lots of people، دلوقتي العديد من الناس in Egypt، في مصر، love the sport، بيحبوا الرياضة. Let's hope، هيا نأمل، the Egyptian، أو نتمنى يعني، إن the Egyptian team، الفريق المصري، can win competitions again، يقدر، can win، يقدر يفوز بالcompetitions، بالمباريات again مرة تانية. وبكده يبقى خلصنا الريدنج بتاع lesson 1 و 2، أو ما يتعلق بالlistening بتاع lesson 1، وعرفنا كلماته وترجمنا كلماته. reading number 2 أو lesson 2 وترجمنا كلماته. يلا بقى ناخد واجب على الجرامر اللي احنا شرحناه عشان نشوف فهمنا الدرس ولا لا. هناخد بقى سؤالين الواجب عشان تحلهم لي في التعليقات واعرف فهمتوا الدرس ولا لا. النهارده سؤال جديد correct، هنصحح الغلط. She didn't bought a car. انا حطيت هنا ايه؟ didn't. didn't بيجي بعدها الفيرب شكله ايه؟ باست كده. هنشوف لو ايه هنصلحه ازاي، هنكتب تصليح بين الاقواس. Where did you learn swimming؟ انا عندي سؤال في did، مادام استخدمت did الفيرب هيبقى شكله ايه؟ قلنا ايه من شوية، هنحط الصح هنا. مجدي يعقوب، اللي هو مجدي يعقوب، were born in 1935. هو مجدي يعقوب ده مفرد، المفرد بياخد ايه الفيرب to be؟ were؟ لا، بياخد حاجة تانية. ايه هي؟ هنحطها بين الاقواس. خلاص، وبكده يبقى خلصنا كل ما يتعلق بالدرس. اتمنى ان كنتوا تكونوا فهمتوا الدرس، ويكون قدرت ان انا اسهله شويه عليكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت نشيره مع كل اصحابنا عشان الكل يستفيد.